السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على ماك فورس. في هذا الفيديو سوف نتعلم كيف نجد زاوية مجهولة في مثلث، سواء كانت زاوية داخلية أو زاوية خارجية عن هذا المثلث. لكن قبل البدء بذلك، دعونا نستكشف مجموع زوايا المثلث الداخلية وما علاقة الزاوية الخارجية للمثلث بزواياه الداخلية. أحضر الأدوات التالية: مقص، لاصق، قلم، ألوان، مسطرة، ورق ملون، ومنقلة دائرية مطبوعة على ورقة تجدها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أرسم ثلاثة مستقيمات متقاطعة في ثلاث نقاط متباعدة. لون الزاوية الخارجية للمثلث باللون الأسود. لون الزاوية الداخلية الأولى باللون الأخضر. لون الزاويتين الداخليتين باللون الأحمر. أحضر المقص وقم بقص هذا المثلث. قم بقص الزاوية الخارجية. أحضر المنقلة، قم بوضع اللاصق، ثم قم بقص المثلث إلى ثلاث أجزاء بهذا الشكل. ألصق الزاوية الأولى بدءا من الصفر من هنا بهذا الشكل. ألصق الزاوية الثانية ألصق الزاوية الثالثة لاحظ أننا بدأنا من الدرجة صفر وبالنهاية وصلنا إلى الدرجة 180، فنستنتج من ذلك أن مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة. الآن سوف أحضر الزاوية الخارجة التي لونتها باللون الأسود. سوف أبحث عن العلاقة بينها وبين زوايا المثلث الداخلية. سوف أقوم بوضعها بهذا الشكل، لا توجد هناك أي علاقة. سوف أقوم بوضعها بهذا الشكل. لاحظوا معي أنها انطبقت على الزاويتين الداخليتين اللتان لوناهما باللون الأحمر. في المثال التالي أجد قياس الزاويتين K و L في المثلث التالي. نلاحظ في هذا المثلث أن هناك زاويتين داخليتين معروفتين، هما الزاوية 70 درجة والزاوية 35 درجة. لنجد قياس الزاوية L سوف نستخدم حقيقة مجموع زوايا المثلث أنها تساوي 180 درجة. سوف أكون معادلة جمع على النحو التالي: قياس الزاوية L زائد 70 درجة زائد 35 درجة يساوي 180 درجة. سوف نقوم بتبسيط معادلة الجمع بجمع العددين الموجودين هنا. أعيد كتابتها بهذا الشكل: قياس الزاوية L زائد 70 زائد 35 105 درجات يساوي 180 درجة.
وهذه معادلة الجمع يمكن حلها باستخدام العملية العكسية للجمع وهي الطرح. قياس الزاوية ألف يساوي 180 درجة ناقص 105 درجات ويساوي 75 درجة. الآن نأتي للزاوية كي. لنجد قياس الزاوية كي سوف نجمع الزاويتين الداخليتين البعيدتين عنها كما شاهدنا في فيديو استكشف. قياس الزاوية كي يساوي 70 درجة زائد 35 درجة ويساوي 105 درجة. بنفس الأسلوب حاول بهذا السؤال. أوجد قياس الزاويتين كي وألف في المثلث التالي. الزاوية كي هنا وألف هنا وعندي زاويتين داخليتين هما 34 درجة و113 درجة. اكتب الإجابة.